السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم سبعة على سبعة لمدة ساعة كاملة بأخبار مواضيع متنوعة من الإمارات السبع مشاهدينا الكرام راح نكون معاكم لمدة ساعة كاملة ونبتدي بهذا الخبر تشارك جامعة أبو ظبي في المعرض البنالي للعمارة الخامس الذي تستضيفه المركز الثقافي الأوروبي تحت شعار زمان فضاء وجود وتستمر اعماله حتى 21 نوفمبر المقبل في مدينه البندقيه الايطاليه وذلك تزامنا مع معرض بنالي البندقيه للعماره ويحتفي المعرض الذي يقام كل عامين بمشروعات معماريه من مختلف انحاء العالم وتركز على التطوير الحضاري والمائي والمدن الخضراء وتطوير المواد الطبيعيه والجديده ونظم الطرق الانشائيه ويشارك في المعرض فريق من طلبه واعضاء هيئه تدريس قسم الهندسه المعماريه والتصميم في كليه الهندسه بجامعه ابو ظبي من خلال فريق عمل استوديو ابو ظبي للعماره العموديه وهو معرض يهدف الى اعاده تصور التكيف البيئي والاقتصادي للنسيج العمراني في ابو ظبي، كما ينضم فريق جامعه ابو ظبي الى 212 مهندسا معماريا وفنيا ممثلي جامعات واخصائيين عفوا في التخطيط العمراني وخبراء مهنيين يمثلون اكثر من 51 بلدا حول العالم، وقالت البروفيسوره ناديه منجد ان المشاركه في هذا المعرض يعتبر فرصة مميزة لقسم الهندسة المعمارية والتصميم في جامعة أبو ظبي حيث يمثل منصة إبداعية لاستعراض الأفكار والتأملات التصميمية حول مدينة أبوظبي ومنظومتها العمرانية، وأشارت إلى أن المعرض يوفر منصة لتبادل المعارف والخبرات حيث قالت حرصنا على المشاركه بهدف التعلم والتفاعل مع باقي المشاركين نظرا لمكانتها كنقطه وصل تجمع مختلف وجهات النظر المنبثقه عن تخصصات ومجالات مختلفه، وبدورنا نقول لطلبتنا الاعزاء مزيدا ان شاء الله من النجاح والتقدم والتميز كذلك، فعلا عودتنا مدينه ابو ظبي الكرام بالتميز المختلف في شتى المجالات. مشاهدينا يعتبر مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة مؤسسة حكومية وأكبر مجمع للقرآن الكريم في العالم، حيث يعني بالقرآن وعلومه من خلال دعم المقارئ الالكترونية والدراسات والبحوث القرائية والمتاحف العلمية. راح نتعرف على المزيد على هذه التحفة المعمارية التي تكون في قلب مدينة الشارقة، نتابع معكم التقرير التالي. الكريم في الشارقه يعتبر الافخم والاضخم والاكثر تنوعا في نشاطاته وفي خدماته التي يقدمها على مستوى العالم. مجمع القران الكريم اقيم على مساحه تزيد على 800 الف قدم مربع وهو بذلك يحتل المساحه الاكبر لاي مشروع قراني على مستوى العالم. فيما يتعلق بالعماره حقيقه هي العماره الاسلاميه. التي يعني دابت عليها حكومة الشارقة ميزت مباني حكومة الشارقة أيقونة معمارية تضاف إلى كل الأيقونات الأخرى في هذه الإمارة الباسمة مزج الطراز الذي استخدم في مجمع القرآن الكريم بين الطراز الأندلسي والطراز المملوكي وبصفة عامة هو طراز إسلامي مدة البناء كانت قرابة الثمانية عشر شهراً وهو حقيقة تحدي كبير وإنجاز غير مسبوق بهذه الضخامة ينجز عمل بهذه الضخامة في هذه المدة القياسية رغم ظروف الجائحة التي ألمت بالعالم ككل استخدمت شاشات ذكية تستخدم للمرة الأولى على مستوى المنطقة استخدمنا الهولوغرام استخدمنا الليزر استخدمنا الشاشات الذكية استخدمنا العروض ثلاثية الأبعاد استخدمنا النظارات الافتراضية وهناك مسرح أو قاعة عرض استخدمت فيها أحدث التقنيات الحديثة لعرض هذه المواضيع ستجدون مواضيع الاعجاز العلمي للقران الكريم معروضه باستخدام تقنيات حديثه حقيقه كنا نحرص على ان نخلق حاله من التكامل بين ما هو اصيل وبين ما هو معاصر حتى لا يشعر الزائر بأن القرآن هو من الماضي وأن خدمة القرآن من الماضي إنما هي عملية عملية مستمرة ومتصلة فنحن بين الأصالة وبين المعاصرة نخدم كتاب الله عز وجل ومن اماره الشارقه وبالتحديد مجمع القرآن الكريم الى هذا الخبر في اماره ابو ظبي قامت دائره القضاء في ابو ظبي بالاعلام عن انتقال محكمه ابو ظبي العماليه الى مقرها الجديد في منطقه المصفح الذي تم بناؤه على مساحه 7572 متر مربع بكلفه قدرها 72 مليون درهم، للحديث حول التفاصيل معنا عبر الهاتف سعاده المستشار عبد الله فارس النعيمي رئيس محكمه ابو ظبي العماليه في دائره القضاء ابو مساك الله بالخير سعادتك نور اخوي عبد العزيز امسي عليك وعلى مشاهدينك الاعزاء بالنور والسرور يا اهلا وسهلا في البدايه لو تخبرنا او تعطينا نبذه عن محكمه ابو ظبي العماليه طبعا أنشأت المحكمه ابو ظبي العماليه بموجب قرار من سمو رئيس دائره القضاء في شهر سبتمبر لعام 2018 تختص الفصل في جميع المنازعات المرفوعه من العمال او عليهم سواء باختلاف درجات التقاضي وتنفيذ هذه الاحكام العماليه الصادره منها طبعا اقصد بالمنازعات هي المنازعات التي تنشا بين العاملين في القطاع الخاص وارباب العمل وتشمل كذلك العاملين بالشركات شبه الحكومية والمنازعات المتعلقة بالخدمة المساعدة طبعا تهدف إلى توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في إمارة البطن جميل اليوم كذلك لو نتحدث قمتم بالانتقال إلى مقركم الجديد وبروكين كذلك على هذا المقر الجديد الله يبارك الحمد لله بتوفيق من الله طبعا هذه استكمالا لمبادرات دائرة القضاء وتعتبر من المشاريع الكبرى طبعا هي تمت بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسه رئيس دائره القضاء ومتابعه شخصية من سعاده وكيل دائره القضاء المستشار يوسف سعيد العبري تم اعتماد هذا المشروع لمحكمه ابو ظبي العماليه وتم انشائه على مساحه نفس ما تفضلت 7572 متر بتكلفه تصل الى 72 مليون درهم طبعا هذا يعكس مدى اهتمام القياده الرشيده لتسهيل على المتقاضين في دولة الإمارات العربية للوصول لحقوقهم آه والعدالة في أقصر وقت، وبما يكفل القانون في دولة الإمارات ويتفق مع المعايير الدولية. فعلا. طبعاً تم تصميم المبنى بما يتناسب مع طبيعة الدعاوى العمالية والتي لها خصوصية في أعداد العمالة في, في الدولة، آه ويضم المبنى عدد 12 قاعة. لنظر هذه الدعاوي بدرجاتها المختلفه ومكاتب للساده القضاء واقسام الهيكل الاداري للعاملين فيها من موظفي التنفيذ وامناء السر ومحضري الدعوه وقاعات لاستقبال خدمه العملاء وعده قاعات للاجتماعات طبعا تم تجهيز المبنى باحدث التجهيزات التقنيه والامنيه التي تمكن العاملين بالمحكمه العماليه من انجاز الدعاوي وطلبات المتقاضين من خلال الانظمه والبرامج الالكترونيه الحمد لله جاءت هذا المبنى استكمال في هذه الجائحة لتوفير الوقت والجهد وسهولة الوصول لمتطلبات المتعاملين في انجاز طلباتهم دون الحاجه للحضور الشخصي. فعلا اليوم كذلك تقريبا يمكن جاءت محكمه ابو ظبي العماليه استكمالا لمنظومه الخدمات القضائيه المتكامله المقدمه لاطراف علاقات العمل التعاقديه تحت مظله سياده القانون لو تحدثنا عن هذه النقطه ساعدتك نعم يشكل افتتاح مبنى محكمة أبو ظبي العمالية إضافة جديدة لتطوير منظومة العدالة وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات كاملة تحت سقف واحد وفي موقع هو الأقرب لفئة العمال ولمقار العديد من الشركات في إمارة أبو ضبي. وكما ذكرت سابقا أن المبنى مزود بأحدث التقنيات التي تنصب في نهاية المطاف للتسهيل على المتقاضين للوصول لحقوقهم في أقصر وقت وبما يكفله القانون وكذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد في سرعه انجاز مثل هذه الدعاوى لهذه الفئه من العماله في دوله الامارات. جميل. شكرا لك سعاده المستشار عبد الله فارس النعيمي رئيس محكمه ابو ظبي العماليه في دائره القضاء ابو ظبي، شكرا لك سعادتك. العفو العفو اخوي عبد العزيز. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم لكن بعد هذا الفاصل من بعده راح نواصل خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مرة ثانية ومكملين معاكم برنامج سبعة على سبعة تدرك جمعية الإمارات للإنترنت الآمن التحديات الهائلة في أعقاب الانتشار الواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة حيث أنه اليوم أصبح في الحياة الشخصية والمهنية العديد من الأطفال والشباب الذين ينتقلون دائما بين احتمالات الإنترنت في أعقاب ضعفه وموانع إغلاقه لذا كل من يستخدم الأنترنت عند إدراك إمكانية وجود مفاهيم سلبية للتكنولوجيا والأنشطة المؤدية والمؤذية كذلك كالتنمر والتحرش والاستغلال الإلكتروني وغيرها الكثير من هذه الأنشطة للمزيد خلونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة دكتورة نجلاء النقبي مستشار جمعية الإمارات للإنترنت الآمن ومدير التعلم الذكي في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أهلا وسهلا فيك دكتورة سعداء بتواجدك معانا في قناة الفجيرة وفي برنامج سبعة على سبعة. آه شكرا أنا يشرفني بصراحة تواجدي معكم في سبعة على سبعة والساعة سبعة يعني أنا عجبني بصراحة عنوان بال البرنامج. بالاضافة لو تاخذين هي سبعة على سبعة نتكلم عن سبع امارات. ونبتدي الساعه 7 جدا رائع جدا صراحه ف... شكرا حلو. يعني نال اعجابك وان شاء الله دوما بتكونين مشاهدين هذا البرنامج ونحن سعداء بتواجدك معنا اليوم لو نتكلم عن جمعيه الامارات الانترنت الامن عن اهداف هذه الجمعيه في البدايه طبعا جمعيه الامارات للانترنت الامن مثل ما قلت احنا كنا مجموعه من الاساتذه والدكاتره واولياء الامور والمختصين كنا نشوف عيالنا يستخدمون الانترنت وهم صغار الولد يوم قبل نقول احنا الولد يوم ولد و... وفمه ملعقه ذهب شي هذا المثل اللي يقول صحيح. الحين الولد يوم ولد ومعه ايباد وهذا شيء ترفه. اساسي طبعا اساسي فالانترنت شيء اساسي في حياتنا دخل في كل مجالات حياتنا ولكن طبعا هو يعتبر سلاح ذو حدين كيف ف... احنا نستغله بطريقه صحيحه ونتفادى مخاطرها فعلى هالاساس كان هدف آ... انشاء جمعيه الامارات للانترنت الامن كان عام 2016 كنا مجموعه من مثل ما قلت دكاتره والاساتذه من مهندسين من دكاتره في مجال التعليم في ايضا في, في المجال النفسي والطبي فقلنا ليش ما نسوي هذا بهدف توعيه الاهالي، توعيه الابناء، وتوعيه عيالنا كيف انه يستخدمون الانترنت ولكن بطريقه صحيحه. جميل. رئيس الجمعيه حاليا الدكتور عبد الله المهندس عبد الله المحياس، عندنا دكاتره جدا متميزين مثل الدكتور سعيد الظاهري معالي وكلاء وزاره عندنا طبعا وسعاده مثل سعاده مطر النيادي. وغيرهم من المتميزين صراحه ونخبه منهم كل التوفيق لهم <applause> ان شاء الله تعالى ولكم على هذه الخدمه اللي إيه. تقدمونها إيه. للمجتمع وطبعا بدينا على بدينا نوعي عن طريق المدارس بدينا في طبعا توعيه للمدارس الخاصه نروح المدارس نوعيهم كيف الطريقه الاستخدام الامن شو هي المخاطر اللي ممكن يعني يواجهونها كيف يتصرفون اذا اذا واجهوا هذه المخاطر, المخاطر اللي ممكن. دورات توعويه اخر برنامج قريبا توص... يعني سويناه مع كليات التقنيه العليا ويار... تعاون بينكم بين... تعاون بيننا وبينهم هنا اريد اشكر طبعا كليات التقنيه العليا على راسهم دكتور عبد اللطيف الشامسي ودكتور عامر الدكتور عادل العامري اللي هذا التعاون المثمر أه سوينا برنامج لطلبتهم حوالي اشترك فيه 120 طالب أه نبي نعلمهم المرونه بعد كيف ان الواحد يرجع مرن وكيف انه يتاقلم بعد ما صادته مثلا خطر من مخاطر الجرائم الالكترونيه او مثلا التنمر، يعني ما نباهم احنا للاسف عندنا كثير من الحالات اللي اللي يتعرضون لهذه المشاكل يا يصيدهم اكتئاب يا يصيدهم في بعضهم قد يؤدي الى الانتحار. في بعضهم قد يؤدي الى مشاكل كثيرة. كل هذه كلها من الانترنت، التنمر آه او الوقوع آه في صحيح. ضحيه من الضحايا اللي ممكن آه. الناس يقعون فيها. احنا نبي نعلمهم كيف يكونون مرنين، كيف ان انت بعد ما تعرضت لهذه المشكله، كيف انك ترجع مرن، كيف انك ترجع اقوى بثقه عاليه، وتعتبر هذا اللي صادك يعتبر مثل ما تقول اه اه تجربه استفدت منها للمستقبل، لان مثل ما قلت احنا للاسف عيالنا ما متعلمين كيف انه اذا صادتني هالمشكلة. كيف اني اطلع منها بعدين بقوه فكان هذا البرنامج اللي سويناه مع الكليات التقنيه العليا كان لمده ست اسابيع علمناهم شو هي احتياجاتكم شو هي المخاطر اللي ممكن تواجهكم وكيف انك ترجع مرن فيها وكيف الطرق والسبل وال يعني علمناهم الطرق والسبل اللي, اللي هي النهوض بعد الوقوع أيوة صحيح الله صحيح اي مشكله ايوه أيوة, ايوه فكان كان جدا رائع استفاد من الطلاب اللي اللي دخلوا معنا 120 طالب واحنا طبعا هذا ال 120 طالب يعتبروا سفرائنا لانهم راح ي... اللي ينشرون ثقافتهم ينشرونه في محيطهم فهذا احنا هدفنا التوعيه قبل وقوع الخطر فدائما احنا كان هذا فكانت يعني من افضل البرامج وان شاء الله راح نتعاون مع اكثر من جهه فيها وعدنا احنا كجمعيه ايضا تعاوننا مع كثير من الجهات المحليه داخليا طبعا في محليه وعالميا عندنا يعني هذا البرنامج اللي عملناه كان مع برنامج مع شركه او مع مؤسسه في نفس التوجه اوروبيه معروفه جدا عالميا اسمها سيسا فهذه فاحنا عندنا اكثر من مشاريع هذا البرنامج يسوونه في في اوروبا في الدول الاوروبيه ولكن احنا اول مره نجيبه عندنا في الامارات طبيعي. عن طريق الجمعيه. لو لو نتكلم كذلك عن الانترنت امانه لكم جهود كبيره بذلت لخدمه المجتمع لكن دوما بما يسمى بالذكاء الاصطناعي في عالم الانترنت طيب. على سبيل المثال ممكن نكون مع مجموعه من الاصدقاء نتكلم عن نوع سياره معين. صحيح. مجرد نتكلم عنه فأتفاجأ اني انا قاعد اتصفح على الانترنت اشوف دعايه هذه السياره قاعد يتكرر بشكل رهيب اي صحيح ففي نوع ان انا هل حياتي مسموعه حياتي مكشوفه إيه. انا قاعد اتكلم مع صديق عن نوع السياره هذه اشوف اعلاناتها تتكرر اي طبعا هذه خوارزميات الذكاء الصناعي وهذه طبعا من الخوارزميات ان كيف لما انت تتكلم في كلمه او تبحث عن كلمه واحده خلاص راح تشوفها موجوده لان هذه مثل ما تقول خوارزميات البروجرامينج بس انا اريد الحين اتكلم عن شيء اسمه واحنا هذا الحين توجهنا شيء اسمه الذكاء التقني، هل انت تعرف الذكاء اكيد سمعت عن الذكاء العادي اللي هو الذكاء اللي الطلاب يكونون فيه في مجالاتهم العلميه والذكاء في المجالات الادبيه الذكاء التقني يختلف عن الذكاء لل... ال... ايوه هو الذكاء التقني عندنا احنا نوعين من الذكاء المعروفين حاليا اللي هو الذكاء اللي هو اللي هو ذكاء الفرد في مجالات العلميه جميل والذكاء العاطفي اللي سمعت عنه اللي هو الذكاء العاطفي اللي يكون إن شخص الشخص بارع في العلاقات وفي اداره كيف يتصرف مع الاشخاص كيف يتصرف مع البيئه بطريقه ذكيه ولكن جاء مفهوم جديد اسمه الذكاء التقني او هو الديجيتال اي كيو الذكاء التقني هذا بدا من 2018 وطبعا خلاص في 2020 تم اعتماده كذكاء جديد لازم نغرسها ونعززها في عيالنا في عيالنا في الاشخاص حتى نحن كبار يعني مش شنو هو فقط. الذكاء التقني فشوفوا هذا الذكاء التقني الذكاء التقني هو عباره عن شو عباره عن مهارات وقدرات الشخص مهارات رقميه بالذات على الشخص انه يتعلمها ليش اساس ي... اساس يواجه تحديات ومتطلبات ويتكيف مع متطلبات الحياه الرقميه الحياه الرقميه الحين صارت كل شيء عندنا رقمي كيف اني اواجه هذه الحياه بهذه المهارات المهمه، وطبعا هناك ثمان مهارات لازم وقدرات لازم ان الطالب او الشخص بمعنى اصح يعرفها او شنو هي المهارات تقريبا لو تكلمنا عن ثمان ايه مهارات هذه الثمان راح نتكلم عنها، بس نبي نقول ليش انها مهمه؟ ليش مهم ان احنا نعزز هذا الذكاء التقني في, في, في عيالنا وفينا احنا الكبار. الذك... الذكاء التقني كل ما زاد في الشخص او في الابن في هذا كل ما زاد الذكاء التقني قلت المخاطر الالكترونيه. جميل. زاد الذكاء التقني في الشخص معناها راح يقل عنده اي مخاطر مثل التنمر الالكتروني يقدر يواجهها. دكتوره نجلاء في نقطه مهمه <applause> قاطعتك عليها، لا لا. الذكاء التقني نحن نقصده يعني انا كيف اقدر اتعامل مع التقنيه الحديثه هذه بطريقه تحميني بدون ما اكون مخترق؟ صحيح. يعني مثلا المواقع التواصل الاجتماعي صحيح. اللي فيها خصوصيتي انا عارف الطرق اللي تحميني انها ما تخترق ومن ثم إيه. <applause> خصوصياتي صحيح. تطلع للعامه صحيح يعني هذا ف... الشكل العام لها. هذا, الش... هذا وا... واحد من المهارات اوكي تفضل سامح مقاطعتك فالذكاء التقني راح نقول المهارات اللي هي شو هي بس هي كل ما عززناها في ال... في الشخص مثل ما قلنا كل ما كان هذا الذكاء في الشخص عالي قلت المخاطر خل... قلت مخاطر التنمر قلت مخاطر الجرائم الالكترونيه، قل الادمان الالكتروني والتكنولوجي، قلت هذه المخاطر، وايضا كل ما زاد الذكاء التقني، زاد الوعي في استخدام التكنولوجيا وزادت ايضا الفرص من استخدام التكنولوجيا لان استخدام الانترنت والتكنولوجيا فيها فرص كثيره، يعني ممكن انت تستثمرها لانشاء عمل حقك، يعني ممكن حل. في كثير من الناس قد يكون ما عندهم اعمال حكوميه وغيرها ولكن ما شاء الله عنده عمل من, التكن... التكنولوجيا. من التكنولوجيا فهذا الذكاء كيف اني استخدم التكنولوجيا لصالحي وليس اني استخدمها تستهلك من وقتي وجهدي وصحتي كيف اني استخدم هذه التكنولوجيا لتحقيق لأهد... تحقيق اهدافي الخاصة فهذا هو ت... ليش احنا مهم من ال... التقنية اللي التقنية. هو مثل ما قلنا هي ثمان محاور للذكاء التقني او ثمان مهارات وقدرات نعززها في عيالنا وايضا لها يعني لها معايير مهم يعني موضحه وفيها مقاييس بدت يكون فيها فبدت الجهات العالميه التربويه ان نطبقها حتى في المدارس اساس نعزز هذا الذكاء وفيها معايير كيف اني اقيس هالشخص في وين ناقص اساس اقدر اعزز اي قدره مهمه فيه خلينا نشوف شو هاي الثمان مهارات او قدرات ولو بشكل مختصر دكتور طبعا في شكل مختصر خلينا نبدا بالمهاره الاولى اللي هي او القدره الاولى اللي هي نسميها الهويه الرقميه جميل على الشخص انه يكون عند الشخص له قدره انه كيف ان هويتي الرقميه تكون ايجابيه متميزه تفاعليه ومسؤوله وانا استخدم الانترنت في اي مجال أن اكون مسؤول واني اكون كيف اني اتعامل مع المحيط التقني عندي بمسؤوليه وذكاء. جميل. هذه هي الطابعه والهويه الرقميه. نبدا الشيء الثاني اللي هو نقول عنه الاستخدام الذكي او الاستخدام الوقتي الذكي بحيث انه كيف انا استخدم وقتي في في الانترنت او استخدامي في الانترنت اني ما اكون مدمن 24 ساعه، اعرف ان عندي احتياجات جسديه، عاطفيه، اجتماعيه، اني كيف اني اوازن باستخدام بين استخدام التكنولوجيا والواقع وال... وال... اني يعني استخدمه لاوقات معينه واوقات اني اروح توصل لمرحله الادمان فهذه طبعا كيف اني اوازن في استخدام التكنولوجيا جميل. فهذه قدره مهمه لان في ناس قد يكون ادمان عندهم في هالمجال اذا كانت ضعيفه هالقدره. القدره الثالثه اللي هو الامن او السلامه الرقميه، السلامه الرقميه اني اعرف شو هي مخاطر التنمر مثل التنمر الالكتروني، شو هي المخاطر هذه كيف اني اقللها شو هي المخاطر التجاره الالكترونيه والغش الالكتروني واقللها شو هي مخاطر الخصوصيه ثقافة واخترق... أمنية بشكل عام ايوه إيه. الخصوصيه الالكترونيه وكيف اني اقللها فهذه يعتبر في السلامه الرقميه في عندنا الامن الرقمي الامن الرقمي كيف اني مثلا احط باسورد قوي بحيث انه ما حد يخترق مثلا حساباتي مش الرقم المعروف 1 2 3 4 5 -6 -3. فهذه كيف ترى هي لها قدره او كيف لازم يتعلمها كيف اني احط مثلا استخدم اللي هي يعني بحيث انه ما حد يخترق الواتساب عندي ما حد يخترق الغير فكيف اني استخدم هذه الطرق طرق الحمايه والامن الرقمي اني الحين لي اللي هو الذكاء العاطفي الرقمي كيف اني اتعامل مع الناس في الواقع الافتراضي بطريقة اجتماعية وإيجابية كيف أني أعامل الناس مثل ما هم أريدهم يعاملوني كيف اني اكون مثل ما اقول مسؤوله انسانه مسؤوله في تعاملي من حيث اللفظ من حيث الكلام من حيث الصور اللي انشرها وجود الشخص وما ما يقع فيه أخطأ في اخطاء في اخطاء اللي هي يعني. اللي فكيف اني اتواصل مع الناس بطريقه ذكيه و عندنا بعد اللي هو يسمونه ال ال خليني شوي استغفر الله اللي, اللي هي ال نحاول نساعدش لكن <تصفح> لا, 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 آه. لا لا عادي هي من الاشياء المهمه بعد اللي هي الحقوق الرقمية جميل الحقوق الرقمية بشكل كيف... مختصر لضيق الوقت إيه. بس الحقوق الرقمية إيه. عندنا أن كيف أنا أعرف حقوقي في, في وأنا أستخدم الإنترنت أن هذه حقوقي هذه خصوصياتي هذه البيانات اللي أنا لازم ما أنشرها ولا أحد ياخذها مني وأعرف حقوق غيري أني ما أسرق أفكارهم واسرك فهذه من الـ الـ وهذه المهارات المهمه في الفتره الاخيره أي للاسف فهذه من الاشياء المهمه اللي لازم ننتبه لها دكتوره نتمنى بعد اللي قلتيه ما نبى نشوف حد واتسابه مخترق ولا أيه حد اتمنى نحول نحول لي بيزات أيه وغيره من أيه الامور هذه للكل فهذه... الكل يقدر يحمي نفسه اي كلمه اخيره حابة تضيفينها دكتوره انا اريد اضيف لاولياء الامور هناك اساسا نعزز الذكاء التقني لعيالنا عندنا ثلاث م... ثلاث طرق مهمة وسهلة، أول طريقة ومهمة أن لازم نكون قريبين وايد من عيالنا ويكونون هم من أولوياتنا، فعلا. لازم نكون معاهم في, أك... في نخليهم هم اولى اولوياتنا، الشيء الثاني المهم انه يكون عندنا قوانين في... في البيت في استخدام الانترنت، هذه يعزز حتى يكون هناك توازن توازن واحنا نق... واحنا نكون قدوه لهم فعلا. لان للاسف ما نقول له يعني لا تستخدم الانترنت وانا 24 ساعه على الموبايل هو بالاستخدام بالاستخدام، واخر وحده اللي هي حاول انك تعطيهم بدائل عن الانترنت بالتكنولوجيا، بدائل ثانيه بالالعاب، العاب ذكيه، العاب العيش ب... في الواقع. صحي شكر صحيح شكرا لك دكتوره نجلاء النقبي مستشار شكران. جمعيه الامارات للانترنت الامن، سعداء بتواجدك معنا وان شاء الله لنا لقاءات متكرره واخرى ان شاء, إن شاء الله ان شاء شكرا الله نجلة شكرا لك دكتوره نجلاء شكرا استاذي شكرا, شكرا, شكرا يعطيك الصحه. مشاهدينا الكرام نروح الى موضوع اخر والى مهرجان المربع للفنون الذي سيقام في شهر اكتوبر القادم باذن الله تعالى. حيث يشكل الوجه التراثي الذي تتمتع به امارة عجمان. ويعتبر حلقة وصل حلقة وصل عفوا بين مختلف افراد المجتمع من خلال الاطلاع على كافه الفنون التي تتمتع بها الدولة. نتابع معكم المزيد لكن في التقرير التالي. أكد سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان أن فعاليات مهرجان المربعة للفنون الذي سيقام في شهر أكتوبر القادم يعكس ملامح إرث الحضارة الإنسانية في الإمارات ويشكل عنوانا لما تتمتع به إمارة عجمان من مواقع تراثية وأنشطة ثقافية وفنية وليكون أحد جسور التلاقي والحوار بين مختلف أفراد المجتمع. وأضاف سموه أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيم عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يحرص على إبراز دور الفنون والثقافة في كافة الفعاليات التي تقام في الإمارة حيث يأتي هذا المهرجان في دورته الأولى بناء على توجيهاته ورؤيته بنقل رسالة فنية وثقافية وأكد سموه أن إمارة عجمان تولي الأنشطة الفنية اهتماما ملحوظا وتدعمها من خلال تنظيم إقامة المعارض التي ساهمت في رفض الحركة الثقافية والإبداعية ودعا كافة الجهات في إمارة عجمان المساهمة في دعم هذا الحدث وتقديم برامج وفعاليات متنوعة وقال سموه ان المهرجان يجب ان يتضمن اهدافا ترقى بالذائقه الفنيه واثبات ان الفن غني وحيوي ويحتوي على وحدات وعناصر تضم العديد من الانشطه المتنوعه كما تعرف سموه على برامج وترتيبات الحدث والاهداف المرجوه من المهرجان وعلى الانشطه المختلفه والفعاليات التي ترافق المهرجان وتشمل طيفا واسعا من ورش العمل التدريبيه للصغار والكبار والتي تشكل محل اهتمام زوار المهرجان حيث يهدف المهرجان بالدرجه الاولى الى الترويج للجيل الجديد من الموهوبين والعقول المبدعه من خلال منصه جديده للفن والثقافه في الاماره وسيقام خلال الفترة من الثامن والعشرين من أكتوبر حتى السادس من نوفمبر من عام 2021 ويشارك فيه نخبة من رواد الفن المعاصر والمبدعين من دولة الإمارات لتسليط الضوء على العديد من الأشكال الفنية والرسوم الإبداعية وروح الى اماره ابو ظبي حيث قامت بلديه مدينه ابو ظبي التابعه لدائره البلديات والنقل بتنفيذ حمله ميدانيه على بعض مواقع الانشاء بالتعاون مع شركه من شركائها الاستراتيجيين وذلك بهدف مراقبه تطبيق نظام اماره ابو ظبي للسلامه والصحه المهنيه، للحديث اكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتوره هدى خليفه السالمي مدير اداره البيئه والصحه والسلامه في بلدية مدينة أبوظبي السلام عليكم ومساك الله بالخير وعليكم السلام ورحمة الله مساكم الله بالخير أخويا أهلا في البداية طبعا بلدية يعني لو عفوا لو تعطينا نبذة أكثر أو تخلينا في الصورة عن تفاصيل الحملة اللي قمتم فيها حسب خطوط التفتيش المعتمدة قامت بلدية مدينة أبوظبي بدأت البلديات للنقل بحملة ميدانية المواقع الإنشائية بالتعاون مع شركاء استراتيجيين بهدف مراقبة تطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ قوانين بناء المعمول بها في الدولة. طبعا البلدية تقوم بشكل منظم ومستمر على مدار العام بالجولات التفتيشية على مواقع البناء والإنشاء لتحقيق وتوفير معايير السلامة والصحة لجميع أفراد المجتمع. جميل. اليوم كذلك كيف تسعون إلى مراقبة تطبيق نظام إمارات أبو ظبي للسلامة والصحة المهنية؟ اولا بالتدريب والتوعيه والارشاد من خلال منظومه متكامله مثل في الورش والملتقيات التوعويه والحملات التثقيفيه والتعامل ثانيا بالتخطيط والتطوير لوضع الاجراءات والبرامج والمبادرات الكفيله بتوفير تدابير التحكم والحماية من مخاطر البناء على سبيل المثال من ربط اطار تراخيص البناء وتصاريح مشاريع البنيه التحتيه مع استيفاء متطلبات البيئه والصحه والسلامه وثالثا من خلال تطبيق منظومه متكامله للرقابه والرصد اللي تعتمد على خطط وبرامج التفتيش والتدقيق على مشاريع وانظمه الشركات واستخدام نظام المخالفات اللي يحتوي التوعيه الإنذار اولا وبعدين غرامات الماليه واخيرا ممكن اللي هي الامور الاداريه اللي كفلها القانون للبلديه مثل ايقاف المشروع في حاله المخاطر العاليه. جميل لو كذلك نتحدث عن تنفيذكم لقوانين البناء المعمول بها في دوله الامارات. يعني تقوم البلدية بهالحملات التفتيشية مستندة على القانون رقم 16 لعام 2009 بخصوص باب تعديلات القانون رقم 9 لسنة 1980 بخصوص تنظيم أعمال البناء والقانون رقم 2 لعام 2012 بخصوص الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة بالإضافة إلى أدلة الممارسة المعمول بها ضمن نظام مرضى أبو للصحة والسلامة المهنية والبلدية حريصة على رفع مستوى الوعي والتثقيف بهالقوانين في قطاع البناء والإنشاء ونقوم بشكل مستمر بتنظيم العديد من الورش التدريبيه التوعويه المواقع الانشائيه عبر القنوات المختلفه. نعم، شكرا لك الدكتوره هدى خليفه سالمي مدير اداره البيئه والصحه والسلامه في بلديه مدينه ابو ظبي، شكرا لك دكتوره. الله يعطيكم العافيه. اهلا شكرا. وسهلا. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لكن أجمل شيء ممكن نحن نختمه معاكم وننهي الأسبوع معاكم هي أمسية شعرية لطيفة وطبعا أغلب الشعراء نحن يصعب علينا نحن نقدمهم ونتكلم عن المقدمة ممكن توفي بحقهم معنا الشعر الأستاذ سعيد بن خصيف الكعبي أهلا وسهلا فيك وسعداء بتواجدك معنا في قناة الفجيره وفي برنامج سبعة على سبعة الله يبارك فيك يا أخوي عبد العزيز ويطول لعمرك احنا نتشرف وجودنا في قناه الفجير الله يطول عمرك لو ما لو شو قدمناك نحن ممكن ما راح نوفي حقك ابو علي اليوم لو نتكلم عن الشعر اليوم لو نتكلم كذلك عن التراث الشعري في دوله الامارات لو تعطينا نبذه عن التراث الشعري اللي نحن نعيشه في دوله الامارات التراث الشعري يطول العمر فخلال الفتره اللي اللي هو الشعر طويل العمر يكون للشاعر في من خلال هويته الوطنيه جميل. وهذا التراث اللي موجود التراث الشعري هويه وطنيه للشاعر فلازم انه يكون محافظ عليها يلتقي بالشعراء القدام ويشوف شو الموجود شو التراث اللي حصلناه من خلال الشعر هل كل الشعراء ملتزمين بالتراث الشعري الاماراتي؟ لا والله انقسموا للشعراء حدا تأصل او مسك في, في الشعر التراثي وحد لا والله تطرق وخذ ثقافات ثانيه في الشعر. وتشوف هذا شيء صحي ولا هو هي حريه شخصيه للشاعر انه يلتزم بالتراث الشعري الاماراتي او انه خلاص يذهب بلون ثاني ومدرسه اخرى. حلو انه يكون عنده طابع تراثي ونفس الوقت ياخذ انطباع ثاني او طابع ثاني ومنحة ثاني. اليوم كثير من الشعراء اختلفوا في مدارسهم الشعريه. هي نعم. وكذلك في تعبير حبهم للوطن وغيره. فانت تشوف اهم تلك المدارس اللي لابد على الشاعر انه يلتزم فيها او انه يبقى فيها رغم تلونه كيف ما ذكرت بالوان اخرى من المدارس الشعريه. مدارس شعريه كثيره. وبالنسبه لي ان المدرسه الشعريه ان انا بالنسبه لي اني ما التزم مدرسه شعريه واحده. جميل. فالافضل اني انوع القصيده اللي اشوفها تناسب خلال المدرسه الشعريه معينه امشي عليها. امانه انت قدوه لكثير من الشعراء الشباب او من هم يريدون أنهم يخرجون لكن كذلك أكيد كانت لديك قدوة شعرية حبيتها كانت سبب في كتابتك للشعر منذ طفولتك إلى شبابك وإلى إن شاء الله في المستقبل من هو هذا الشاعر؟ هذا الشاعر هو الوالد الله يبارك فيه آمين. والمجلس الوالد ذيك الفترة ولينا الحين بعده زاخر بالشعراء دائما أيوه الشعراء عنده وهو شاعر ما شاء الله ويعد فكان سبب اول الشعر اي نعم حاب تسمعنا شيء اكيد ان بنسمعكم ان شاء الله قصيده وطنيه يا سلام اجمل شيء ممكن نسمع اي والله ولا نقدر نوفي حق الوطن بشو اللي سويناه وما نقدر نوفي حقه قلت يا كلمه ما توفيها خطوط اقلام لو صاغها الفيلسوف بنهج الاعلامي يا ارض رمل السحاب وفيش ما يلام اللي يطول النجوم وفلك الأجرامي أرضاً إذا نمت ويلوفك وحي الأحلام تصبح تشوف الحلم واقع لمن قامي، شعب استمد الطموح وقوت الاستلهام من قادة حطموا صعبات الأرقامي، هذا الوطن غالي وح... وهذا الوطن غالي نحبه ولا ينسام، ميراه مير الوريد وير الأنسامي، نرقى ويرقابنا ورقابنا قدام نفدا ترابك وتبقى يا الوطن سامي صح لسانك صح بدانك يا عبد العزيز الله يبارك فيك اليوم كثير من قصائدك قاعد تتغنى فيها بحب الوطن وحب القاده ما فك يعني هذه المدرسه وهذا الانتماء الكبير كيف تفسره؟ هذا الانتماء يا العمر الوطن لازم انك تغنى فيه بلا شك هذا لو نقول الكلمات لو نعطي الكلمات باللي عندنا ما نوفي حق الوطن بلا شيء الوطن ما يوفي لا كلمه ولا صحيح. ولا شيء يوفي اليوم كذلك لو نتكلم عن موضوع اخر هو كيف تشوف الشعر في الوقت الحالي الشعر من في الوقت شعراء ال... الشباب نعم الشعراء منقسمين احيانا قسمين طبعا في اللي انت من القسمين اه متضايق من قسم معين لا والله ما في ضيق هذا كل واحد ياخذ منحه معين ويمشي عليه بالعكس الشعر دائماً إنك توصل للرسالة هاي الطيبة بأسلوب معين وبأسلوبها بالعكس هذا شيء طيب ما في ضرر يعني. لا لا ما في ضرر كيف شو رأيك في أكاديميات الشعر اللي موجودة في دولة الإمارات اللي امانه تساهم بشكل كبير في تطوير مواهب الشعراء دائما الأكاديمي أو الأكاديميات هذه تعطي الشاعر معلومات وفيرة ومعلومات غزيرة إنه يكون عنده قاعدة قوية من الكلمات. الشاعر طبعا بدون كلمات هذا مو بشاعر فلازم يكون عنده قاعده قويه من الكلمات هذه فالاكاديميين دائما تحصلهم عندهم انتقاء في الكلمات هاي فعلا نعم اليوم دوما على الشاعر لابد انه يعبر عن الحاله الاجتماعيه اللي هو يعيشها او عن الظروف الاجتماعيه اللي هو يتواجد فيها فتشوف اهميه ذلك وين؟ في اي, أي في أي طرق انه يحط عمر الشاعر ولا الفكره هذه اللي, اللي قام وصاغها وطلعها في اي ناحيه بالعكس هي طيب انه ويقدر يعبر فيه يقدر يعبر دام انه شاعر بيعبر في كل ما في اي ما تتوقع احيانا تكون في قيود او يكون في حدود الشاعر ما يقدر يعبر عنها لو ان هي كانت ظواهر اجتماعيه ولا الشاعر يقدر يعبر عن اي شيء باي طريقه بدون ما تكون ال يعني بدون ما يوجه النقد اليه؟ لا النقد لازم موجود في الحالات موجود النقد لكن اذا كان هو شاعر ومتمكن بيقدر يحط باي مكان يتحط فيه بيبدع فيه جميل وبيطلع القصيده الطيبه اللي تبيض الوجه حاب تسمعنا قصيده ثانيه وشو هي لو حاب تسمعنا اياها؟ هاي اي قصيده غزليه، انت شكلك من الناس اللي ف... <applause> اللي يعرفون الغزل أنا, انا انا لكل الانواع أبو علي يعني اهم شيء تطلع منك القصيده الله يبارك فيك، قلت ان وقف في خافقي ولا تراكا كل حالاته فخامة في فخامة مشيته كانها عدي باجن محاكة في مصانع حايكينها للزعامة لو مشى من فوقها فيها التواكة كان فيه اللي يتريا التئامة يتعب مشي المسافة والمواكة من ثقل ردفة غرز بثرها علامة والخصر عود تفرد من أراكة بالسلامة ثقل فوقها بالسلامة كان لم يخلق من الخرد سواك زين خلق وزين فسلوم الرحامة انقفيت ودفت الريح استراكة ما سترك الخام لو تدبلها خامة انت فتنة للي ما شاف انتفاكة ما يصدق غير في محضة انعدامة ان وردت تصبح يا مظنوني عصاكة هشبي على مناقيل الملامة وان هيعت طالعك وابقى معاك لين يتهنى, حي... لين يتهنى غناتي في حلامة يا الله صح, يا صح الله راح تنظرنا انك انت ممكن تتغزل بنوع من انواع السيارات لكن ثم من الوصف تتغزل في كل شيء انك انت مغرم <applause> نتغزل في الوطن ونتغزل في كل شيء اي شيء قدامه نتغزل في دامنا من الشعر الغزلي ما ما تحسه اصعب نوعا ما كذلك في طرق الوصف وغيره والله هو في صعوبه تقال الكلمات هذه والوضع الاجتماعي للشعر الوضع الاجتماعي يشعر بنوع من انواع الخجل هذه اللي يخلي الواحد ما يكتب في الغزل وايد وايد اليوم كيف تشوف أهمية تواجد الشاعر في مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الشعراء المخضرمين لكن للأسف ما نشوف تواجدهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو تواجدهم نوعا ما قليل ومخجل فشو رأيك أن الشاعر هل لابد أن يكون متواجد في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متكرر وبشكل أساسي ولا مش ضروري لا والله أنه ضروري وجود الشاعر إذا يبرز عمره يكون في التواصل الاجتماعي فالتواصل الاجتماعي سابقا كان عن طريق القصيده تناقلوها من من شخص الى شخص وصلت وصلتنا الحين او عن طريق الكتب اذا حد كتبها. لكن الحين اللي هو التواصل الاجتماعي منبر كبير للشاعر انه يطلع فيه ويظهر فيه من خلال هالمنبر هذا اللي موجود عنده. فانقسموا طبعا قسمي. انواع في سلبي للتواصل الاجتماعي هذا وفي ايجابي وطبعا الايجابي انه يطلع الشاعر بمحتوى اللي موجود عنده والقاعدة الموجودة عنده يطلعها للجمهور الموجودين بلا أي كره يعني بلا أي خوف ولا أي خجل أيوة أيوة يدلر. ويطلعها ويكون عنده قصيد مغزى ولا معنى وطلع للجمهور هذا و... والسلبي أن أصلا شاعر هذا ما عنده أي أي كلمات أو أي محتوى بنقول للقصيدة هذا وتلقى طالع سبحان الله إعلاميا بشكل كثير وظاهر وأحيانا يكون نعم. قصائده ركيكة و... غير ذلك القصائد القوية لكن عنده ظهور إعلامي خلاه ينتشر بشكل واسع نعم صحيح اليوم نتكلم عن مشاركاتك الشعرية هل شاركت في مسابقات شعرية أو هل تفكر أنك كنت تشارك في مسابقات شعرية والله نتمنى أن نشارك في المجال هذا مجال طيب وإن شاء الله أن نشارك فيه بإذن الله في خطوة مستقبلية بمشاركتك إن شاء الله تعالى في المسابقات الشعريه وتشوف هي ضروريه ان الشاعر يشارك فيها ضروريه لصقل الشاعر وصقل الموهبه اللي موجوده عنده هاي جميل نعم يعني امانه نحن مستمتعين معك ونبي نسمع كذلك اي قصيده حاب تسمعها الله يبارك فيك يا ابو سعود ويطول عمرك في قصيده يا طويل العمر بس عاد بنتذكر الا كلمه منها خذ راحتك في قال يا طويل العمر حبها غزليه ولا حب انت شو تبى اللي ريحك انت بالغزليه بجيب لك الغزليه تفضل اللي يريحك قال ودار الحول واحنا في نعمتك ربي على خل يوادعني ولا شابه صغيرات السبايب ما لها نبي رحل من دون لا يبدي لي اسبابه اداري ما بقالي منها وغبي شعور من مقيض العام ينتابه وليل دون شوفه يازم يصبي صبي العين كانه واقفا صابه غزال يافل من يد لمربي كثيرات اليمايل تستوي عابه يصيده خاتلا على الغيله متكبي اشوفه من زمان يحوم اغرابه اذا قالوا طبيبك قلت وش طبي؟ طبيب يغرز في لحمي من انيابه وعوقي منه ما دام الدهر دبي ودمي من على راحاتها اخضابه دخيل الله خلوني على نبي يبين اثر المقفي من على اترابه قصيره سيرته وعلومه تنبي عن الخيره وبالفواد يتنابه وسؤال أمك يا أبو سعود صح لسانك الغالي صح الله بدانك الله يبارك فيك اليوم لو نتكلم عن أبرز التحديات اللي تواجه الشعراء في الوقت الحالي في نشر قصائدهم أو في ظهورهم الإعلامي وال... ف... طبعاً الانتشار ف... مثل ما قلنا تكلمنا تكلمنا في... عن طريق الدواوين يعني لو نتكلم عن تحديات الدواوين ما نقعد نشوف الدواوين دواوين الحين قليل لا أنا أشوف أنه قليل اللي يطالع في القصائد طبعا لان القديمه موجودين ومثبتين لكن الشعراء الحديثين الحين ما قاعد نشوف لهم دواوين شعريه لان ديوانه هو الصوت جميل فيديو طرش فيديو طلع فيديو هذا الديوان مال الشاعر الحين قاموا يصيروا صوب عن عن سالفه الكتابات نعم انا قبل اختم معاك حاب اشكرك وحاب اشكر تواجدك لكن نحن نبي نختم معك بقصيده تختارها انت وتختم برنامجنا. في اي كلمه اخيره حاب تقولها قبل لا تختم حلقتنا بقصيده من قصائدك. اشكر تلفزيون الفجيره على الاستضافه الطيبه وبرنامج سبعه على سبعه. اه لو ما عشرة على عشرة الله يسلمك نحن اللي سعداء الله معانا معنا نحن بنرجع معك بنختم معك بقصيدة لكن اول شيء نشكر مشاهدينا الكرام، نشكرك استاذ سعيد بن خصيف الكعبي الله على تواجدك ونرجع نبغاك تختم معنا بقصيده وكذلك نشكر المشاهدين الكرام ونذكرهم انه يمكن في الساعه الثامنه و45 دقيقه من مساء اليوم راح يلعب منتخبنا الوطني ضد المنتخب الماليزي، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وان شاء الله تعالى فرحه وطن راح تكون في هذه الليله، عمتم مساء ونترككم مع شاعرنا يختم حلقه اليوم بقصيده جميله واجازه سعيده لكم. يفك الصوع لوم البنا دلة وميرا غيل والغافة هم ظلة النوح قنطرة الحمايم ويرى من القصايد كود شلة تيرى وخافقي من الشوق واري وعلة تلحق الونات علة تيرى وخافقي من زود همي يفك الضلع ويغادر محلة على فرقة وليف له عيوني يخاف زود حرصي يرمشله أداري له عن تصيبها مضرة وهو في مضرتي مكبرة سجله فراقه للصبر مدخال فيني وعقده للامور المستهله اذا راح وقنع درب السلامه عليه الرب يحفظه ويحله أمك يا ابو سعود